طيب وهدف أيمن أشرف بالنسبة للهدف بتاع أيمن أشرف، يعني لو أستاذ برجاوي يجيبها لنا على يشوفها لنا محضرينها عشان نشوفها. أنا عايز بس هنطلب حاجة واحدة نرجع بس الأول ورا، خلينا نشوف اللاعب اللي هو بيقولوا عليه الفاول عليه. ايوه هو رقم 3 نمره 1. هل اللاعب ده شوفوا رجليه الاول، انا عايزك تركز على رجليه وقت ايمن اشرف رجع اللي هو الرقم 3 رقم 2 رجليه 2 على الارض. رجليه 2 على الارض، اذا رجليه 2 على الارض صحيح. هو دلوقتي بص شاف الكوره، هو هل حاول ان هو يلعب الكوره في اي اتجاه وما لعبهاش؟ لا ما عندوش محاوله، هو الراجل لما لا بدليل رجليه الاثنين على الارض مظبوط، ما هي اصل الكوره في الهواء مظبوط، مش هيستناها يعني قدام الجول عشان يطلع الكوره، لازم يروح للكوره مظبوط. طب هو هيروح لها ازاي؟ اشمعنى ايمن هو اللي راح؟ ما بقولش على الميل، دي في حاله واحده بس بتتعمل الفاول ده. لو رحنا في وسط الملعب يا كابتن ايمن كابتن هاني، وانت نطيت على مهاجم وقفزت عليه وسندت عليه او دفعته، هي الحاله دي بس اللي تبقى فاول عليك، ضربه حره مباشره تبقى عليك. ليه؟ لان انت في وسط الملعب والراجل اللي قدامك، فانت نطيت عليه وسندت عليه عشان توصل للكوره، عشان توصل للكوره عشان تلعبها. في الموقف ده غير، خلينا بقى نشوف هنا الكوره دلوقتي. هو اللاعب اصلا ما فكرش انه يلعب الكوره، وهو ما كانش شايف الكوره، بص عينيه تحت، هو مش شايف الكوره فين ولا يعني شافها ولا عارف الكوره فين. اذا هي المفروض تتاخد، الراجل ده بيعيق ايمن اشرف يعني عشان انا احسبها لو ما جاتش جول. طب وفي لقطه تانية، بص يا كابتن برضو في مدافع الرجل مرفوعه يعني برضو يعني ما حدش شافها، يعني المدافع اللي رافع رجله لغايه راس ايمن اشرف، يعني كمل الصوره كده، بص المدافع رجليه فين، بص المدافع رجلين الرجل مرفوعه في وش ايمن، وده عامل اعاقه. هو ده ما نطش، هو ما حاولش، لانه لو حاول كان هيتقدم لقدام. يعني شايف يا كابتن طبعا شايف رجليه الشوز احمر ده، كان لو اتحرك شويه ناحيه خط الجول محمد مجدي لو اتحرك، بص هو اتحرك من 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 الدفعه، هو اتحرك بعد ما لعب الكوره، يعني شوف ايمن خلاص لعب الكوره وعندنا رجل المدافع ده كمان في وش ايمن. واحنا على فكره كان في حكم انجليزي شهير يعني كان قال لك ده مليون في الميه هدف، واحنا قلنا في البيت الكبير يعني الواحد من خلال خبراته هنا في اوروبا يعني الراجل في اوروبا هو خدها كده على بعضها الكره دي هدف. طب هنقول من حاجه تانية، خلينا نشوف الحكم بيعمل ايه بايديه. الحكم ما ترددش، خلينا اول ما تيجي بص بايديه بيعمل ايه، مفيش حاجه يعني شوف يعني وراح مشار جول بالظبط. اذا هو شوف المسافه دي 6 ياردة اللي هي السكس يارد، وخد خطوه كمان واحده بره يعني 7 ياردة. السبعة ياردة دي واروح اشوف فار، لو الفار بيقول لي اقول له ما جلكش. انا على فكره كابتن احييك على لقطه معينه ويا ريت يجيبوا لنا تاني، ان ساعه ايمن ما راح للكوره الحكم عمل كده يعني ما فيهاش حاجه. ايوه يعني نرجع للكوره نقف بس عند هو الحكم بيشاور ما فيش حاجه يعني ما فيهاش حاجه. بص ايديه بالظبط ما فيهاش يعني حاجه وجول على طول. انا حللت لك على اللاعب الاول صح، ثم على الحكم صحيح. الحكم بيعمل ايه؟ بيقول لك ما فيش حاجه، بيقول لك ما فيش حاجه يعني الكرة دي ما فيهاش اي حاجه. ليه ما حدش اجبر انه يعمل ايديه؟ صحيح طيب. يبقى في الحاله دي لو الفار كلمني اقول له لا انا شايفها عاديه لان انت اللي جوه الملعب ده، انت جوه شوف جوه المطبخ، شوف انت فين، وانا ما فيش حد يعني حاجز عليك الرؤيه، يعني بنون بعيد عنه على اليمين وهو شايف الحدث كده، ما شوفش اي كاميرات، شو اتفضل على طول بدون تردد. هو ما ترددش، هو ما فكرش. صحيح هاتها تاني الحكم برجوها، هاتها تاني بعد اذنك، شوف الحكم، نشوف ايديه نشوف ايديه شوف بصوا بيقول ايه، مفيش حاجه يعني بيعمل بايديه الاثنين كده، يعني اذا اللعبه ما فيهاش حاجه. وبعدين نفس الايد قبل ما تنزل كان مشاور على الجول ما فكرش، اذا مفيش جزء مفيش حاجه جول. في فرق كان نزل ايده وفكر وشاف المساعد. ممكن تحليل تاني كابتن، هو طبعا عدم تردده في احتساب هدف مع كمان بعض الحكام اللي قالوا الهدف صحيح،
قال لك زاويه رؤيه الحكم بتتحكم في الموضوع، لان زاويه رؤيه الحكم 100 زاويه 100% سليمه 100% 100% فممكن سليمة. هو بيكتب هو بيشاور لا، يمكن يعني بيشاور لا ان الكره ما تعدتش الخط فاللعبه مستمره. طالما اللعبه مستمره والاشاره السريعه دي بانها هدف، ده على يقين انه ما فيش فاول. بيقول ما فيش حاجه، يعني ما فيش اي حاجه لا هي فاول ولا عدت ولا اي حاجه. سؤال. ثم الايد.